كيف ممكن أعمل كشف مبكر أو فحص مبكر. طبعا الكشف المبكر والفحص المبكر هناك جايدلاينز عالمية، وفي عنا احنا البرنامج الوطني سرطان الثدي عمل جايدلاينز خاصة بالأردن بشكل عام للأفرج ريسك للمرأة اللي ما عندها زيادة بنسبة الإصابة، لا سمح الله ما عندها لأمها ولا أختها ولا حدا، خلينا نحكي الأفرج ريسك بيرسون، يفضل بين عمر 20 لعمر 39 تعمل كل شهر بيوم معين من الدورة، خصوصا عدد المفضل بعد انتهاء الدورة، تعمل بسموها فحص الثدي الخاص ثم breast self examination بشكل دوري كل شهر، تحس إذا في أي كتل، أي تغيرات، أي سواء بالجلد أو بالحلمة أو أي إفرازات موجودة. هذا كتير مهم إنها إذا في هاي شغلات تشوف طبيبها. الإشي الثاني بهاي الفترة برضو بين عمر 20 لعمر 39 للنورمال الأفرج ريسكي، يفضل إنها تشوف طبيبها أو طبيبتها كل سنتين لثلاثة، على أساس إن الطبيب أو الطبيبة تفحصها بشكل دوري. هسا مجرد صار عمرها 40 سنة يفضل نعمل بسمه فحص الماموغرام، وانتو كلكم تعرفوا عنه وسمعتوا عنه، بعد سن 40 اذا كان طبيعي يفضل نعمله كل سنة لسنتين، مع استمرار اللي هو الفحص الثدي الذاتي كل شهر، والاستمرار بفحص الثدي اللي هو بالطبيب او الطبيبة كل سنتين الى سنة، والماموغرام كل سنة لسنتين حسب النتائج. هذا بالنسبة بسموه للأفرج ريسك، للناس اللي عندهم ريسك عادية، يعني مش الناس اللي عندهم لا سمح الله زيادة بال اللي هي نسبة الإصابة.